يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أحد علماء الإسلام المعروفين، وصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بقوله: عبد الرحمن بن علي البكري، لأنه من ذرية أبي بكر الصديق، المعروف بابن الجوزي، عالم العراق وواعظ الآفاق، عالم العراق وواعظ الآفاق، وأخذ في سرد جملة من أخباره. ابن الجوزي رحمه الله كان في صغره وفي كبره عنده الهمة والإلحاح في طلب العلم، آخذا قول الإمام أحمد: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ماذا يقول؟ يقول: كنت إذا أراد أن يزورني أحد اشتغلت أثناء زيارته بتجهيز الأوراق للكتابة وببري الأقلام، يعني ما يضيع وقته معهم، يستأنس معهم بالكلام لكن من جهة اليد والعمل يشتغل بما ينفعه، لأن الوقت هذا ماشي والذهن معهم بالكلام لكن العمل اليد، يبري الأقلام ويجهز الأوراق. وكان يقول عنه ابنه، يقول كان إذا دخل، يقول عنها حتى تلامذته، يقول إذا دخل الخلاء أوصى ابنته أو نحو من ذلك أن تقرأ عليه من الخارج، يعني تقرأ عليه إما كتاب كذا ولا مما يناسب أن يسمعه. من همته وصفاء نيته أنه ألف أكثر من 500 كتاب، بعضها في رسالة وبعضها كبير في مجلدات كبيرة.